ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة لعمل سمك البلطي المقلي بالطماطم. ده ممكن نقدم معاه رز صيادية، نقدم معاه رز أبيض، رز مصري، زي ما أنت عايزة. هنشوف نعمله مع بعض إزاي. معانا من السمك البلطي 3 حبات يعملوا تقريبا كيلو ونص. هو سمكة كبيرة شوية علشان عايزها ملحمة. معانا بصل ومعانا طماطم ومعانا دقيق ومعانا توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشمر ناعم. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض إزاي. المقادير على الشاشة في متناول الجميع. سمك البلطي بيتكلم مصري، معانا طماطم وبصل وتوم، بهاراتنا ملح وفلفل كمون كزبرة فلفل حار فلفل رومي، وما ننساش طبعا معلقتين 3-4 معالق من الدقيق علشان نغبر بيه السمك قبل ما نحمره. المقادير على الشاشة ونبدأ نشتغل مع بعض. هناخد السمك الحلو ده كده الأول نقطعه. فكرة تقطيع السمك علشان يكفي، يعني لو جبنا كيلو سمك ممكن يكفي الأسرة كلها. وانا بقطع السمكه كده مش عايز الراس بتاعتها بشياكه كده تطلع منها. حلو الكلام، عامله زحمه على الفاضي، مع ان انا بحب اللحم الفص اللحم اللي موجود جنب عين السمكه، عاشق له. بالشكل ده كده تمام. ناخد الراس دي كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الخياشيم نظيفه وزي الفل، تشتري من عند الراجل السمك بيبقى نضيف. بناخد الروس السمك دي اتعلمنا من الشيف المغازي، ناخد منها شويه شوربه. الشوربه دي هنعمل منها الرز، هنعمل منها شوربه سي فود، هنستفيد بيها مع صوص الطماطم زي ما انت عايز. دي ما تترميش في الزباله، اكيد فيها طعم اهو. في قلب الميه بتغلي وهي بتتحمى بتستوي كده. بنحط مع الرز دي شويه بصل حلوين كده، يعني من الاخر بصنع شويه شوربه عشان مش عايز طعم البهار الحاجات اللي هي المكسبات طعم اللي بتبقى موجود في اي سوبر ماركت. انا عايز الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشرة. شغل امهاتنا ده، ده كرفس تحطه يغلي في الميه كده زي الفل. معانا كمان بصلايه حلوه زي دي كده اهي. كل الشوربه دي هتنفعنا اهو، ونحطها في الميه بتغلي كده زي الفل. على ما نشوف هنعمل ايه. يبقى انا اول حاجه عملتها صنعت شويه شوربه. شايفين الشوربه الحله فيها ميه بتغلي، وانا حطيت رؤوس السمك واستفدت بيها. هاخد بقيه السمك كده بقطع دي على 3. القطعيه دي مطلوبه. الخبطه دي مهمه جدا على فكره. ان انا بمسك السطور او السكينه امشي في لحم السمكه لغايه لما تقابلني السلسله بتاعتها. بكلوه ايدك كده تضغط عليها تطلع معاك. بلاش كلوة ايدك، هات ايد الهون اللي انت جايباه او سكينة تانية عندك موجودة. شفت اهي، شفت الا الخبطة دي. هنقعد، مهم جدا. عارفة ليه؟ علشان انسجة السمك او انسجة البلط عموما ما بتتحملش السكينة. شفت اهي الخطوة دي اهي. بس خلاص كده السمك عندي اتقطع وجاهز. باخد السمك ده كده تتبيله حلوه، فص توم حلو. وانت واقفه في المطبخ رايقه. انا مش عارف ليه الامهات ما بيحبوا يعملوا السمك في البيت، بالعكس تشتري شروه سمك حلوه كده، نصحى بدري الصيادين بيبيعوا السمك ده في حلقه السمك، نجيب السمك ده سواء بلطي سواء بوري وتتبليه بايدك كده زي ما انا شغال دلوقتي زي الفل. شويه الملح الحلوين، حل سنة شبت صغيرة زي ما أنا شغال كده. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة، شوية بابريكا حلوين، كمون، بحب الكاري مع السيفود. اتبل السمك زي الفل، فلفل اسود، أنا مش بحب الفلفل الأبيض في السمك، بينزع الطعم. يعني ايه بينزع الطعم؟ بيخطف الطعم الفلفل الابيض عموما. همسك السمك زي ما هو كده اتبله. اوعى تحط زيت هنا، انت مش بتشويه. لو انت هتشويه حط زيت. يعني ايه اشويه يا عم الشيف؟ يعني لو اترص في صينيه ويخش الفرن مفيش مشكله، انما احنا دلوقتي هنحمره. فعلشان التوابل اللي انا حاططها دي تمسك في السمكه وفي جلد السمكه وفي بطن السمكه وفي كفر السمكة، يبقى انا لازم اعمل حاجة لطيفة قوي. ايه هي؟ هنشوف مع بعض. السمك اتبل اهوت وزي الفل.
كف العيله والجيران والحبايب. عندي دي باخد منه شويه كده، شفت الجو ده كده؟ اه حلو. مع الدي ايه ده يا عم الشيف؟ شويه نشا، معلقه صغيره عشان تبقى كريسبي. نقلب كل ده مع بعضه، عصرة ليمون معايا في طريقي. حلو، أمسك السمك ده أقلب. عندي زيت شديد الحرارة، يفضل يكون غزير. عندك برطمان أنت شايلة فيه زيت تحمير السمك، احتفظي بيه. هتطلعيه تحطيه على النار يسخن. السمكة اتدورت أهيت في التوابل في الدقيق. عصرة الليمون اللي أنا حطيتها ساعدت على ان يبقى في خلطه بالشكل ده كده. هاخد السمك ده يا عم الشيف ونروح عند القلايه بتاعتنا واحده واحده. اه الزيت سخن، الف هنا. اه يلا بينا. اه تحميره نكون جهزنا صوص الطماطم بتاعنا اللطيف اللي هيعوم فيه السمك بعد كده. شويه الدقيق دول انا عايزه، شويه التوابل دول انا عايزه، ما نرميهمش، خلي بالك مهمين جدا. هنحطهم هنا. اه الله عليك يا عم الشيخ، زي ما هم كده. اه في قلب الطاسه. حلو الكلام. طيب بحط عليهم، اللهم صل على النبي، شويه زبده. الدقيق اللي عندي ده حطيت عليه يا عم الشيخ زبده، واخده على نار شديده كده، اللهم صل على النبي. ونحط ده هنا ونشيل دي من هنا عشان اخونا المصور. حلو الكلام، مريحك انا. نقلب الخلطه دي كده. الدقيق، الله عليك، اللي كان باقي عندي. بنزل مع بصلايه حلوه زي دي كده. هناخد البصلايه متقطعه شرايح بالشكل ده كده. هناخدها نحطها على ايه يا عم الشيف؟ على البصله دي. حلو قوي. عايزين فلفل حار، جوزك بيحب الحار، معانا فلفل حار بالشكل ده كده اهو. ده سمك بالطماطم، هناخد الفلفل ده نسقطه هنا. الله، ايه كمان معانا يا عم الشيف؟ معانا بصل لطيف زي ده كده اهو. بصل الاخضر ده الموسم بتاعه، اوعى يفوتك. تستخدميه في حاجات كتيره قوي. فرايد رايز بالبصل، حشوات، كل ده هنا اهو. ونحمر كل دول مع بعض، اللهم صل على النبي، في الزبده والدقيق اللي احنا شفناه مع بعض. حلو. دي مدرسه. الا المعلقتين الدقيق اللي كانوا باقيين عندنا من تتبيله السمك. نقلب كده واحنا شغالين مع بعض. الدقيق ده فيه توابل، فيه بهارات، اشتغل كده. واسيبهم على النار شويه يتحمصوا، يتحمروا. اخبار السمك ايه؟ في قلب الزيت. اهزه. حلو تمام. مجهزين صينيه زي دي كده حلوه، هتخش الفرن معانا صوص طماطم لطيف وجميل. ايه الاخبار؟ بنزود البهارات شويه من الكزبره، من الكمون، من الفلفل الاسود، من البابريكا. شايفه الجو ده كده؟ زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد صوص الطماطم ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت ازاي؟ ده صوص طماطم اتوصيت بيه، ركزت معاه شويه. معلقه الدقيق هنا مع الزبده هي السر. تدوري بقى، تبحثي، تجتهدي. معلقه الدقيق اللي انا حمرتها في الزبده مكان تتبيله السمك هي السر، وكمان الإضافة الشوربة بتاعة السمك اللي موجودة عندي، اللي أنا طلعتها من الكرفس وروس السمك بالشكل ده كده. ده المطبخ. وانت واقفة كده ايه، رايقة وفايقة،
شاربة كوباية الشاي بتاعتك، كوباية القهوة بتاعتك، واقفة بحب. أنا للأمانة ما ينفعش دلوقتي أطبق الأكلة بتاعتي إلا لما دي تاخد غلوة على النار والتانية والتالتة، وأشم ريحة الكرفس والبصل والتفاصيل اللي موجودة دي. فأنا طبعا مطلوب مني أطلع فصل. هنسيب دي تغلى على النار. السمك أخباره إيه؟ السمك جاهز، هنشيله كده من النار أهو زي الفل. بصوا كده زي ما أنا شغال كده، يبقى السمك جاهز معايا. التفاصيل دي لازم تفور كده على النار. معانا كاسرولة، معانا طبق التقديم، هنعمل طاجين السمك البلطي المقلي بالطماطم، تفاصيله بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. السمك البلطي من خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها. طعم الأرض الطيبة مصر بيختلف طبعا. لا تقولي لي لا بقى دينيس ولا أروس ولا وقار 11 ولا السمك اللي بنسمع عنه ده، بس أنا راح دي سمكتي المفضلة، ولكن أنا بدلعها النهاردة. معانا صوص طماطم، معانا خلطة لطيفة وجميلة، الخلطة الفوسفورية. خليتها تاخد الطعم الفوسفوري إزاي؟ معايا روس السمك، عندك شوية قشر جمبري، عندك ديل سمك، الحاجات اللي إحنا بنشتريها من الحلقة، بتغلي في قلب المية مع عود كرفس مع بصل مع توم، صنعت الفوسفور والطعم في الشوربة دي. حلو الكلام. بنسيبها بتغلى على النار. بناخد صوص الطماطم ده كده ونبدا ان احنا ناخده كده في الكاسرولة اللي احنا هنقدم فيها الاكل بتاعنا. شفت الجو ده كده؟ هو ده البصله، الفلفل، الا البصل الاخضر ده حكايه. عروق البصل الاخضر اللي بنرميها ونستهون بيها دي مطلوبه. هناخد البولت ده كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ انا احب الجزله دي وديل السمكه ده والجزله دي وديل السمكه ده والجزله دي والجزله دي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حطه كده. تسلم ايدك. حلو. صوص الطماطم اللي عندنا بناخده كده. الله. وندخله الفرن يا عم الشيف. نعم يا غالي، ينفع. بيقول لي ينفع نعمل الطريقه دي مع سمك بوري؟ نفس الطريقه. البوري ممكن يتقلي عادي. ينفع نعمله مع القاروص؟ ينفع. ينفع نعمله مع اي نوع سمك؟ ينفع. للامانه هسيب شويه الصوص دول، انا عايزهم. واقول لحضراتكم انا عايزهم فين. هنسيبهم كده على نار هاديه، وناخد الصينيه الحلوه دي كده زي ما هي كده وندخلها الفرن. دول شويه كرفس كده او كزبره خضراء، درجه حراره الفرن عندي 180. باخدها زي ما هي كده ونصلي على الحبيب. قلبك يطيب. يلا بينا. في ثلاث تريكات هنا وثلاث أسرار لعمل الصينية دي. أولهم تتبيلة السمك، بالدقيق علشان التوابل تمسك في السمك. اتنين، معلقتين الدقيق اللي أنا قلبتهم مع الزبدة وسبقوا صوص الطماطم على النار. تلاتة، قرمشة السمك مع صوص الطماطم محافظين على الطعم والشياكة.